طيب انضم لينا السفير معانا سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سيادة السفير. أهلا أهلا يا فندم. أكلمنا سيادة السفير عن تطورات الأوضاع في غزة الآن. يعني حاليا طبعا هو واضح أنه إسرائيل بتنشط جبهتها الشمالية وجبهة شمالية طبعا جبهة شمالية لبنان يا فندم يعني؟ جنوب لبنان. جنوب لبنان والظاهر يبدو ان في هجوم اسرائيلي على جنوب لبنان خادم، وده هيترتب عليه طبعا انه جزء من القوات الاسرائيليه اللي بتحارب في قطاع غزه هيتم نقلها او جاري نقلها حاليا. فمن طب احنا عايزين نقرا مع سيادتك سياده السفير، احنا عايزين يعني هل الناس دي عندها رؤيه استراتيجيه وعندها هدف ايه عايز توصله في النهايه، ولا العكس بالعكس ان بنيامين نتنياهو بيحاول يمد امد الحرب عشان خاطر يحافظ على استمراره، لان هو بتنتظره محاكمه بمجرد ان تضع الحرب اوزارها؟ يعني هو هدف استراتيجي ولا هدف شخصي لنتنياهو؟ لا، هم يعني ممكن الاثنين. يعني طبعا نتنياهو زي ما حضرتك قلت طبعا مصلحته انه هذه الحرب تطول لاطول فتره ممكنه حتى تجرى انتخابات الرئاسه الامريكيه ويعرف مين الرئيس الامريكي او الرئيسه الامريكيه خلال 4 سنوات القادمه، وعلى هذا الاساس يبتدي حضرتك يعني يعيد ترتيب اوراقه. لكن من ناحيه اخرى الموضوع مش نتنياهو فقط، الموضوع اعمق من هذا واخطر من هذا. بمعنى يعني حضرتك انت شوف حضرتك بيحصل ايه في الضفه الغربيه، وطبعا العالم كله وسائل الاعلام كله منشغل بتطورات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه. لكن انا اتصور، انا تقديري الشخصي، ان المعركه الحقيقيه هي مستقبل الضفه الغربيه. القرارات اللي بتتخذها هذه الحكومه الاسرائيليه، الممارسات اللي بقى شايفينها على الارض كلها عمليات الاستيطان وبناء اقتطاع اجزاء تاني من الضفه الغربيه وعمل مستوطنات، يعني تغيير الخريطه. تغيير الخريطة السياسية تماما في الضفة الغربية، بل يعني أذهب إلى قول ضم الضفة الغربية. فهو ده أنا تصوري، ده أنا رأيي دائما أقول إنه أيوة في عدوان إسرائيلي على غزة، وإسرائيل بتقول إن إحنا بنرد على هجمات 7 أكتوبر، بس إحنا تجاوزنا الرد على هجمات 7 أكتوبر. طب دخلنا في مرحلة جديدة في المشروع الصهيوني التاريخي. طب سيادة السفير، بتفسر ايه الحرب الإعلامية بين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي بخصوص تمسك نتنياهو بالسيطرة على محور صلاح الدين اللي هو محور فيلادلفيا؟ بتفسره بإيه؟ يعني مش لازم نضخم من ما تذيعه وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وجود خلافات بين نتنياهو ومع وزير الدفاع او مع رؤساء الاجهزه الامنيه واجهزه المخابرات في اسرائيل. حضرتك هو الخلاف خلاف على التكتيك مش على الاستراتيجيه. نتنياهو طبعا بيعطل اثارته لموضوع معور صلاح الدين، هو الغرض منه فقط التغطية على عدم التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار في غزة. هو كان حضرتك نعم. وزارة الخارجية المصرية كانت اصدرت بيان قبل ايام اتهمت فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي زي ما قلت حضرتك كده بترويج الاكاذيب بشان تهريب الاسلحه من مصر الى قطاع غزه عبر محور فيلادلفيا، وذلك للتغطيه على فشله في القطاع. وقالت ان ترويج نتنياهو لتهريب السلاح من مصر اكذوبه اخرى لتبرير فشل حكومته في السيطره على تهريب السلاح من اسرائيل الى قطاع غزه. وحضرتك طب نتنياهو اول واحد يدرك
ان ال ال انه الاتهامات اللي وجهها سواء ان في تهريب سلاح من مصر الى قطاع غزة، او ان احتمال ان الرهائن الاسرائيليين يتم نقلهم الى سيناء عبر الانفاق، يعني هو اساسا مع الانفاق الجيش المصري نجح في غلق كل الانفاق. يعني حضرتك خلال السنوات القليله الماضيه وتحديدا اعتبارا من فبراير 2018 اللي هو تاريخ البدء فيما يعرف باسم الحمله العسكريه المركزه على البؤر الارهابيه في شمال شرق سيناء، خلال هذه الحملة العسكرية للجيش المصري تم غلق 1500 نفق من كانت بتربط سيناء بقطاع غزة. طيب يعني اذا كان بيدعي نتنياهو الادعاء بمسألة تهريب الأسلحة عبر محور صلاح الدين او محور فيلادلفيا، طب اذا ما كانش ده الهدف الاساسي يا فندم، هو برضو لان هو قال ان احنا لو خرجنا من المحور مش هنرجعه قبل 42 سنه، يعني لو خرجنا بعد 42 يوم او سبناه 42 يوم مش هنعرف نرجع المحور ده قبل 42 سنه، هل هو برضو بيصب في اطاله امد الحرب ولا عنده اهداف تانية غير معلنه؟ يعني حضرتك يعني كل اللي نتنياهو بيقوله حضرتك في غزة سواء بالنسبة لمحور صلاح الدين أو بالنسبة تحقيق الهدف اللي أعلنه في بداية هذا العدوان القضاء وتحقيق النصر الكامل على حماس، كل ده هو أول إنسان يعرف أن كل هذه الأمور غير قابلة للتحقيق، وهو يعلم جيدا أن هو هينسحب من محور صلاح الدين.